يا ولد كده اهو ما بقتش خايف من حاجه. هو انا يعني كنت اجرؤ اقولها الا لو كانت البدايه من عندك. مين قالك البدايه كانت من عندي؟ انت هتتبلى عليا ولا ايه؟ هو انا مجنون اقول لبنت القائد بتاعي واستاذي بحبك كده من نفسي؟ ياه للدرجه دي بتخاف من بابا؟ بحبه اكتر ما بخاف منه، واللي يحب حد يخاف عليه من اقل حاجه تزعله. على فكره بقى انت قلت لي بحبك قبل ما انا اقولها لك. ازاي؟ يوم ما جيت لي على الكوبري من اول بصه بصيتها لي حسيت انك معجب بيا. انت نزلت ضرب في العيال بفترة، والظابط بيأدي في وظيفته. لا ده واحد غيران على واحده. طيب ايه المطلوب دلوقتي يا فندم؟ انا ضابط عمليات، يعني احب اعرف الخطه عشان انفذ على طول. مفيش، تكلم بابا. يا نهار اسود، خبط لازق كده. امال انت عايز ايه يعني؟ يعني اي خطه بيبقى فيها قبلها استطلاع، اشاره، ناس تجمع معلومات. ما كل ده حصل، الباشا وبيحبك وبنت الباشا وبتحبك وانت بتحب بنت الباشا، يبقى فاضل ايه؟ نكلم الباشا. see if that was me I would be out of there. حسام لسه ما فتحتش بابا برضو؟ والله يا ميرفت انا حاولت اخد منه ميعاد اكتر من مره وما عرفتش. انتي مستهونه بابوكي، ده مساعد وزير الداخليه. لا 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 ده هيقطعها بالسكينه، مش قادره اتفرج. ما تخافيش يا ميرفت ما تخافيش، وبعدين انا قايل لك من الاول ان ده فيلم رعب وانتي اصريتي تشوفيه. ما انا ما بحبش اتفرج غير على افلام الرعب. طب وانتي كده بتتفرجي وانتي باصه ورا الشاشه هنا؟ يعني في حتت كده ما اقدرش اشوفها خالص. اهو صوت البوليس، خلاص هيجي ينقذها الحمد لله. لا لا ده مش صوت سليم بوليس، ده صوت الموبايل بتاعك. والله يا نهار اسود. ايه ده سياده اللواء؟ ايوه مع الباشا. انا في وسط البلد مع الباشا، حالا مع الباشا. مسافة الطريق وأكون عند معاليك. اتفضل مع الباشا. معاليك إيه ومسافة الطريق إيه؟ إحنا هنكمل الفيلم. نكمل الفيلم إيه؟ ده مساعد وزير الداخلية. أنت عايزة توديني في داهية؟ لو يرضيك تسيب بنت لوحدها زي القمر في سينما اتفضل. ميرفت بلاش هزار، أنت يرضيك يعني إن أنا أتحول لمحكمة عسكرية؟ يلا. هنيجي تاني. إن شاء الله. إمتى؟ يوم الجمعة، أنا عندي راحة يوم الجمعة، يلا. إيه؟ أبويا جه عليا شوية حاجات تفرس. سوري يا بيه، ممنوع الخروج اثناء العرض وده حسب تعليمات وزاره الداخليه. انا النقيب حسام عز ولازم اخرج دلوقتي. طيب استاذنك استاذن سياده العرض. لا تعالى بس استاذن. مين؟ بقول لك انا نقيب. يا باشا هتخرج زي ما انت عاوز، بس الاول ادي خبر للست العقيد. هو احنا هنفضل واقفين كده كتير؟ من فضلك ممكن تفتح الباب؟ ثواني يا هنا. بقول لك افتح الباب ودلوقتي حالا. يا هانم سعادتك ما تشخطيش فيا، انا بنفذ تعليمات الوزاره. وما اقدرش، الباشا عارف الكلام ده كويس. بالراحه بالراحه يا ميرفت، احنا مش عايزين حد يحس بينا. انا بقى مصر انه يفتح الباب ودلوقتي حالا. كده بقى انا اسف، ما اقدرش اخالف تعليمات الوزاره حتى لو جالي السيد الوزير شخصيا. انا بنت مساعد وزير الداخليه. معالي الباشا. ايه اللي حصل يا حسام؟ اصل انسه ميرفت وانا يعني أنا أصلي شفت الأنسة ميرفت في السينما. اتكلم دوري يا حظابط. كنت بتعمل إيه أنت وبنتي ميرفت في السينما؟ أنا بقالي أسبوع بحاول أقابل معاليك ومعاليك مش فاضي. أنا معالي الباشا يعني كان يشرفني يعني إن أنا أطلب من معاليك إيد الأنسة ميرفت بنت سيادتك. في بيوت يتقال فيها الكلام ده يا حظابط، مش في المكاتب ولا في السينمات. والله العظيم يا معالي الباشا أنا بحترم الأنسة ميرفت جدا وبقدرها. وبعدين أنا بستأذن معاليك، يعني أنا كنت عايز أجيب والدتي وجدي ونتشرف بالزيارة السعيدة. أنا كنت كلمت الأنسة ميرفت. الآباء بس هم اللي اتخذوا قرار في المسائل اللي زي دي. تاخد ميعاد وتيجي أنت ووالدك تقابلوني في البيت. والدي؟ أيوه والدك. هو مش موافق على الجوازة ولا إيه؟ لا لا أبداً بالعكس. أنا بقول يعني يا باشا جدي. جدي معاليك عارفه وهو يتشرف إن هو يجي. جدك راجل محترم ويشرف في أي وقت. إنما الأصول تتعمل. والدك هو اللي لازم يجي يطلب ايد بنتي لابنه. دعوة الفرح هيتكتب فيها ايه؟ اسم ابو العروسه واسم ابو العريس. مظبوط؟ مظبوط يا معالي الباشا. خلاص
أنا منتظركم الجمعة الساعة 8.